هكذا اهتدى أصحاب المخابز بالحروش في سكيدا مخاطبة زبائنهم بعد أن باتت رفوف مخابزهم فارغة يوميا، وضع دفع إليه هؤلاء بعد أن حرموا من مادة الفرينة من المؤسسة العمومية المختصة بدون سابق إنذار. لوزين هنا تاعنا تاع الدولة، لوزين تاع الدولة هذا راه في بالك في شهر ولا في المدة هذه في الأزمة، حنايا نشرو من برا لقطوا فيها من ما كانش، اليوم حبسنا الله غالب ما كانش الفرينة. تروح للسامباك هنا لتحت عندهم يخدموا في تاع 25 كيلو 25 كيلو اللي نورمالمون تروح للتجار، وحنا تاع 50 كيلو هذه ما شفناهاش. وكل انا عندي درك من الحد اللي فات زوج مخابز عندي نورمالمون يعطونا 50 في السمانه، ولاو داروها لنا 25 قنطار. 25 قنطار هذه قال لك من السمانه السمانه تديها، درك ما لا كاينه لا 25 لا 50 لا 100 لا 60. الوضع الذي تفاقم مؤخرا أدخل أصحاب المخابز وعمالهم في بيطالة وخلق أزمة تزود بمادة الخبز الأساسية، تهربت مديرية التجارة من الرد عليه عند طرحنا للمشكل. نطلبوا نداء السلطات المعنية بالأمر، الوالية، مدير التجارة تاع سكيدة تاع الولاية سكيدة تاع حروش، يضربوا يحكموا يد من حديد، يحلوا المشكلة ويشوفوا لنا المشكلة قاعد يصرف في السيمباك. طاح الحروش مشكلة مش على الفينة ما حبش يزيدنا حاجة عام كامل وحنا نسوفريو على الفينة يعني. أن تعيش مدينة كالحروش أزمة في مادة الخبز فهذا أمر خطير يتطلب التدبير وليس التفكير.